ده لقى خمسة، جزء من لقى خمسة سريع كده يعني. نحو الوقت هاجي اخد الجزء اللي هنقوله. اذ كان الجامع يزدحم عليه ليسمع كلمه الله، كان واقف عند بحيره جنسرت، فراى سفينتين وقفتين عند البحيره، والصيادون قد خرجوا منهما وغسلوا الشباك. فدخل احدى السفينتين التي كانت لسمعان وساله ان يبث دليلا عن البر، ثم جلس وشرب بخساره يعلم الجموع من السفينه. ولما فرغ من الكلام قال لسمعان: ابعد عن العمق والقوا شباككم للصيد. اجاب سمعان وقال له: يا معلم، قد تعبنا الليل كله ولم ناخذ شيئا، ولكن على كلمتك القي الشبكه. ولما فعلوا ذلك امسكوا ايه سمكا كثيرا جدا، فاشاروا الى شركائهم في السفينه الاخرى ان ياتوا يساعدوهم، فاتوا وملأوا السفينتين حتى غزتها في الايه. فلما راى سمعان بطرس ذلك خرج من المجلس وقال: اخرج من سفينتي ايه يا رب، لأن رب الخاطئ إذا اعترت وجميع الذين معه لا شعر السمك الذي أخذوه، وكذلك أنت يعقوب ويوحنا الذين كان شركائي سمعان. فقال يسوع لسمعان: لا تخبر أنت كنت تصطاد الناس. ولما جاءوا بالسفينتين إلى بر تركوا كل شيء وإيه تمام. هناخد بس تمام نقط صغيرين فيها. غسلوا الشباك، ابعد قلنا على البر، جلس ثري يعلم الجموع، يا معلم تعبنا الليل كله، أشاروا لشركائهم، أخرج من سفينتي لا تخف، جاءوا السفينتين وتركوا. هناخد واحدة واحدة بسرعة كده. أول حاجة نقعد عشان اللي ورا يشوف. غسل الشباك عند الصيادين معناها إيه؟ قمة اليأس، معناها إن إيه ولا حاجة، مش هناخد حاجة خالص. يعني شطبنا النهاردة. دخل المسيح احدى السفينتين، ده بدايه ايه؟ انا بعتذر عن الاخطاء المطبعيه بس دي بتاع اللي كتب يعني. دخل احدى في الف السفينتين، دي بدايه الرجاء. يبدا الله حيثما ينتهي الانسان. الانسان في احيان كتير بيحاول عايز يبقى كويس وكده، ويحاول يحسن من نفسه كتير، وده مش غلط، لكن في الاخر بيكتشف فشله. لكن بص لقى ان مفيش فايده، لازم حد يشده، ما اقدرش اشد شعري اطلع لفوق، عايز حد يشدني، واللي بيشد ده هو الشخص المطيح. يرضى الله حينما وحسب ينتهي الانسان. البر بالنسبه للسفينه يمثل ايه؟ الامان، مش كده؟ قال لهم ابعدوا عن البر، يعني ابعدوا عن ايه؟ عن الايمان. ايه هو الامان؟ في حياه ابراهيم قال الرب: اذهب من ارضك ومن عشيرتك ومن بيت ابيك الى الارض التي ايه؟ اريد. طيب هنا الارض تشير ايه؟ الاستقرار، والعشيره العزوه. طيب وبيت ابيك تشير ايه؟ يبقى بقى المول ابراهيم سيب الارض والعشيره وبيت ابيك، يعني سيب ايه؟ استقرارك وعزوتك وكنت مالك عشان تمشي معي. هذا الايمان بقى، مش كده؟ امانك في ايمانك، دي القاعده. ان لم تؤمنوا فلا تامنوا، اشعياء 7:9. الامان في الايمان. واحنا كنا من شويه بنقول انا بختار الامان عوض الايه؟ الخوف. امانك فين؟ حتى دايما كان يقول يا قليل الايمان، يا لماذا تخافوا او الخوف، لماذا شككتم يا قليل الايمان؟ خافوا كتير، وبعدين يقول لهم انتوا خفتوا ليه يا قليل الايمان؟ جلس وصار يعلم الجم من السفينه. على فكره السفينه ديت احنا بنقول عليها سفينه الحياه، حتى في عنوان تاني كنا حاطينه هنا بيقول حينما يدخل المسيح سفينة الحياة، سفينة حياتي يعني. فلما دخل المسيح سفينة الحياة بيعلم الجموع من السفينة، جلست تشير إلى إيه؟ الراحة، يعلم تشير إلى إيه؟ بيعلم من خلالنا، يعني ظهور المسيح من خلال إيه؟ حياة. بس قبل ما يعلم يعمل إيه؟ قبل ما يعلم من خلالنا لازم يستريح جوانا. تاني، قبل ما المسيح يعلم من خلالنا لازم يستريح جوه قلوبنا. اذا معنى ان المسيح مش بيعلم من خلالي معناه ان في حاجه
مش مستريح هو جوايا فيها. في سبب مش مستريح جوايا فيها. ايه هو السبب ده؟ مخجل المسيح. ما الذي يعطل راحة المسيح في حياتي؟ ثلاث حاجات رأسية. الخطية. تاني حاجة ايه؟ الهم. ثالث حاجة ايه؟ الكسل. ثلاث حاجات دول هما اللي بيعطلوا ظهور المسيح في حياة اي خادم او خادمة. الخطية، الهم، الكسل. الخطية علاجها ايه؟ توبة. والهم علاجه ايه؟ تسليم. والكسل علاجه ايه؟ الجدية في جهد الروح. ده المرض وده الدواء. الخطية علاجها التوبة. الهم علاجه التسليم. الكسل علاجه الجدية في جهد الروح. دول اللي احنا محتاجينهم. وانا اقولكم كخدام وخادمات. قد تعبنا الليلة كلها هو لم ناخد شيئا. ده وصف الحياة الانسان بعيدة قبل ما يدخل المسيح سفينة حياته. او بعد ما دخل المسيح سفينة حياتي بس خرج تاني لما لقى الحكاية مش عاجباه قوي يعني. او ما خرجش نايم ومش باين قوي يعني عمله فيا. بداية العمق ايه؟ الاعتراف بالفشل. يا رب انا تعبت للكل وما اخدتش شيء. كم واحد كسبنا ربنا وكم واحد ضاع مننا. ده هو الثمر بتاعنا. الاعتراف بالفشل. بدون المسيح الحياة ايه؟ تعبنا. الحياة تعب. الليل كله والليل فيه ايه؟ ظلمة. لم نصطاد شيئا يعني ايه؟ فراغ في الصبر. فالحياة بدون المسيح فيها ثلاثة علامات دول. تعب، ظلمة، فراغ. تعبنا الليل كله ولم ناخذ شيئا. طريق العمق على كلماتك ألق الشبكة. طريق العمق هو طاقة الكلمة. المثل بيقول إما تطيع أو إيه؟ ده ينطبق أكتر على التيار. التيار وهو سيء التيار. إما يطوع الحاجات اللي عنده الإحداثيات والبرامج والحاجات دي، يا إما هو والركاب يضيع خالص. إما تطيع أو تضيع. نصيحة الأب لابنه قال له ايه؟ اداله كتاب مقدس وهو رايح الغربه وقال له يا ابني هذا الكتاب سوف يحميك من الخطيه ما لم تمنعك الخطيه ايه؟ من العيش. في صراع بين الكلمه وبين الخطيه. يا اما الخطيه تغلب الكلمه في حياتي يا اما كلمه ربنا تغلب الخطيه في حياتي. كان قداس البابا شنودة قال ما تسمحش لخطيتك تغلب كلمة ربنا في حياتك، لكن خلي كلمة ربنا تغلب الخطية في حياتك. يعني واحد مرة قال لي أنا لما أكون عملت خطية بتكسف أمسك الإنجيل. قلت له أنت متأثر بالقول الذي يقول هذا الكتاب لا يمسه إلا إيه؟ المطهرون. حافظين الآية دي ولا مش حافظين؟ هذا الكتاب لا يمسه إلا إيه؟ بس هذا الكتاب إذا مسه النجسون يتطهرون. تاني أما كتابنا فإذا مسه النجسون فيعملوا إيه؟ يتطهرون. قلت له لا، امسكه وافتحه واقراه هيغسلك. ما تخافش لما تكون مهما كانت حالتك. ده اللي بيغسل مش بيطهر. الشمس لما بتنزل على الطين بتعمل إيه؟ ما بتتوسخش مش كده؟ لكن بتعمل ايه؟ بتطهر الطين، لكن ايه ما بتوسخش. هو ده في شمس البر، وهو ده الكلمه اللي هي كلمه الحياه. ولما فعلوا بركات العمق بقى انساكوا سمكا كثيرا جدا. بركات العمق الثمر المتكاثر. لقد كانوا يتلهفون في الأول قبل المسيح ما يجي ولو على سمكة واحدة، ولكن مع المسيح اللي بيحصل يعظم الصبر. إما أن نصبر أو نعذر. ما فيش خادم أو خادمة إلا وفي حالة من الاثنين، يا إما يثمر يا إما إيه؟ يعذر. يعني
واحد قال لي عشان كده انا سايب الخدمه. قلت له ما انت تبقى محصل كده. الحل لما العسكري في الجيش بيتعور بنوديه يتعالج في ايه؟ مستشفى ايه؟ عسكري صح؟ ما بيروحش مستشفى عام، بيروح مستشفى ايه؟ احنا كخدام خدمات لما بنتعب بنتعالج فين؟ مستشفى دي العسكري بتاعنا، جندي صالح ليسوع المسيح، هو ده مكان علاجنا هنا. هتعالج وانا في المستشفى، ممكن اخد خلوه بس ما بقتش على الخدمه، ده انا اخد خلوه عشان استأنف الخدمه بصوره اخرى، لكن مش هاخد خلوه عشان اهرب من الخدمه. ممكن واحد يكون حاله تعبانه بعترفه ولا انت محتاج تاخد مثلا اسبوع في الدير خلوه او محتاج لكن مش محتاج تهرب من التجنيد. ده الهروب، والهروب اسمها ايه؟ جريمه مخله بالشرف. بيقولوا كده في الجيش، واحنا برضه في الكنيسه من كده، بنقول الهروب من الخدمه في جريمه مخله ايه؟ بشرف الخدمه. ما حدش يستسهل يقول انا حد تعبانه فانا عايز اسيب الخدمه، معلش يا ابونا. طب ما هو معلش دي بقى هتخلي عدو الخير يستفرد بيك. سامحوني يعني، كلنا جربنا كده وانا اولكم. اول ما نسيب الخدمه عدو الخير يعمل ايه؟ تعالى هنا. ده انا بستخبى في اخواتي. انا لما اكون تعبان بستخبى في اخواتي، اجتمع زي كده اسمع كلمه ربنا، اسمع ترنيم معزيه، بستخبى. لما كنت تعبان روحي الحق باجي استخبى في اخواتي. لكن اهرب يستفرد بي عدو الخير. وياما ناس قالوا لما كسبنا الخدمه يعني ما نوصفلكوش على العلقه اللي الواحد بياخدها. ربنا ما يوريكم. أشاروا إلى شركائهم الذين في السفينة الأخرى أن يأتوا ويعملوا إيه؟ ويساعدوه. حياة الشركة. أنا أقول لكم على حاجتين. لما جم وملأوا السفينتين، السفينتين كان على وشك إيه؟ طب تخيلوا إن كل ده ما كانتش السفينة التانية خدت. وكل ده كان في سفينة واحدة، كان يحصل إيه؟ تغرق، يبقى عندنا سفينتين، واحدة غرقانة وواحدة إيه؟ فاضية. يعني ما خدتش، كله بقى في السفينه ديت. فالمجتمع الاناني فيه الحالتين دول، ناس غرقانه من الكتر اللي معاها وناس مش لاقيه. انا ماليش دعوه بالمجتمع المصري احسن تتهموا لي بحاجه. المجتمع الاناني دايما فيه الحاله دي. ناس غرقانه من كتر فلوسها مش عارفه تبدا فين، ولادهم بياخدوها يشربوا بيها ويعملوا بيها، يدمروا نفسهم يغرقهم. وناس مش لاقيه. مش كده؟ عشان كده في العطاء يعني انا بتخيل السفينه بتاع بطرس ديت ينادوا على السفينه الثانيه يقولوا تعالوا ساعدونا، ايه عايزين نساعدكم، خدوا مننا. خلي بالكم المفهوم المسيحي عشان تساعدني خد مني، مفهوم العالم عشان تساعدني ايه؟ اديني. مفهوم المسيحي عكس كده، عايز تساعدني خد مني، لان انا لما تاخد مني الماسوره هتمشي. هاخد انا منين؟ من فوق. والحكايه دي مش كويسه. فالقانون بتاع العطاء المسيحي، خد مني عشان انا اتملي وعشان المصروف تتنظف اول باول. اخزن انا هعطل، لكن في العطاء حياه. خد مني ساعدني. ده المفهوم المسيحي. عشان تساعدني خد مني. يعني انت دلوقتي لما بتدي انت الاخ اللي بيديك. انا كنت قريت وصف لطيف قوي، فبيقول هو الاغنياء هم ملاء الصندوق بتاع الفقراء. ده امين الصندوق بتاع الراجل الفقير، لما يحب يقول له لو سمحت اديني. يعني ده مش غني، ده امين الصندوق بتاع الراجل الفقير اللي محتاج. حيث ليس المسيح ينقسم المجتمع الى فئتين. الفئة الأولى تكاد تغرق في طرف زائد، والفئة الثانية تكاد إيه؟ هو ده المجتمع اللي هو الأناني. فيه الحتتين دول. لكن مجتمع الكنيسة لم يكن فيهم أحد إيه؟ محتاج. كل اللي عنده حاجة يجي يجيبها فين؟ أرجل الرب. ده مكان الفلوس الطبيعي. حد كان بيقول من الآباء بيقول خط سير المال إزاي؟ من الإيد دي الإيد التانية
للجيب للإيد تاني للبياع بس. ولما بيغير خط سيره المال يبقى زي الأتوبيس اللي غير خط سيره ياخد مخالفة، تمشي إزاي؟ يغير خط سيره من الإيد دي للإيد دي صح؟ بدل ما يحطها في الجيب يحطها فين؟ في القلب. أول ما المال دخل القلب محبة المال الأصل إيه؟ بتعمل هارت أتاك على طول. فقال أول ما يدخل الفلوس تغير خط سيرها بتعمل هارت أتاك. أول ما ده هي مش محطة مش مكانها ده. مش مكانها القلب، مكانها فين؟ عند أرجل الرسل. وعند أرجل الناس خلفاء الرسل والخدام واللي بعديهم. ليه؟ عشان مفيش يبقى حد محتاج. لا. كله مفيش حد محتاج. ولما تبقى كنيسة بالشكل ده ربنا بيتمجد فيها خالص، بيبقى الثمر بقى متكاثر جدا. اخرج من سفينتي يا رب. حد فيكم فاكر قال له يمين تعبنا الليلة كله ولا نصطاد شيئا؟ قال له يمين يا معلم. يعني قبل معجزة المسيح في نظر بطرس كان مجرد ايه؟ معلم. وبعد المعجزة بقى مين؟ يا رب. تاني استعلان شخص المسيح. قبل المعجزة قال بطرس يا معلم، لكن بعد المعجزة خر عن تجربية يسوع سجد له أخرج إيه من سفينة إيه؟ يا رب. مش ممكن يستعلن شخص المسيح من معلم إلى رب إلا عن طريق المعجزة. تاني يعني إيه؟ تقول لي أنا المسيح والحمد لله، لكن المسيح عم تولد ربنا ابن الله ظهر في الجسد، احنا بنؤمن ده كده برافو. بس هل تؤمن في ايمان حقيقي عملي في حياتك كده؟ ده يعتمد على استعلان شخص المسيح جواك مش اي كلام. عشان كده لما حد كلمه بتهز ليه؟ لم يتم الاستعلان الداخلي جواك كاملا. ما استعلنش شخص المسيح جواك. فانت مش قادر تقول عليه يا رب. هل هو يا رب في حياتك رب لكل الحياة؟ لما يكون هو رب كل الحياة يبقى من حقك تقول يا رب. إنما يا رب يا رب كثيرون هيقولوا لي في ذلك اليوم إيه؟ يا رب يا رب أليس باسمك تنبأنا واسمك باسمك. ليه؟ استعلان بقى عملي حقيقي. إذا كان هو الرب إذن هو الملك على كل شيء في حياتي، ملك بيتي، ملك جيبي، ملك أفكاري، ملك كل حاجة في حياتي. مفيش حاجة بره طوله، مفيش حاجة بره سلطانه. ساعتها أقدر أقول يا رب وأنا مرتاح. لا تخف من الآن تكون تصطاد الناس. في حاجة لطيفة هنا اسمها التبادل الإلهي. أنا تخيل حوار تم بين بطرس والمسيح. المسيح قال لبطرس، هو في الأول بطرس قال له اخرج من سفينتي يا رب صح؟ فالمسيح قال له يا بطرس سفينتك بتصيد ايه؟ قال له بتصيد سمك. قال له سفينتي انا بتصيد ايه يا بطرس؟ قال له سفينتك بتصيد ايه؟ ناس. قال له تعال نبدل. تعال ادخل انت سفينتي عشان تبقى معايا سايب للناس. وما تخافش على السمك انا هديك بغنى وبعفر. ما تخافش على اكل عيشك، بدل معايا. ما تشيلش هم اكل عيشك بس تعالى اشتغل معايا. صيد للناس، هو ده اللي ربنا بيقوله لكل واحد فينا. ما تخافش على اكل عيشك، ما تخافش على اولادك، ما تخافش على بناتك، ما تخافش على كل شيء تمد ايدك ليه، لكن المهم انك انت تشتغل معاه، ساعتها هو يتكفل بكل ما هو لك. هو ده الشرط. فهنا بنقول بقى نتخيل الحوار ده، بطرس قال له اخرج من سفينتي يا رب لان رجل ايه؟ خاطئ. الحاجة الجميلة ان المسيح ما وصلش لكلمة خاطئ. عرفنا. عرفنا كويس قوي. أكثر مما عارفين احنا نفسنا. وما مش مفروض نشغل قوي بنفسنا. ما نشغل قوي بيه. المفروض ما نشغلش قوي بحالتنا لأن تصليحها عليه هو. بس نشغل بقضية الملكوت. أنت وأنا قيمتنا تعتمد ليس على ذواتنا لكن على القضية التي ربطنا أنفسنا بها. تاني قيمتي وقيمة حضرتك وحضرتك ما تعتمدش عليكم كمين، لا تعتمد على القضية اللي ربطنا نفسنا بيها. قيمة البابا شنودة تعتمد علي على انه شاعر؟ لا. على انه وعظ مفاوضة؟ لا.
على قيمه القضيه، كل ده جميل فيه، لكن قيمته تعتمد على القضيه اللي ربط نفسه بيها، قضيه الملكوت اللي هو عاش حياته عشان، واي قديس من القديسين قيمته ما تعتمدش على موجزات الاعمال. لا لا سهله قوي، ده عطيه ربنا، لكن قيمته بتعتمد على ايه؟ على القضيه اللي ربط نفسه بيها، قضيه الملكوت. فانتهوا الموضوع ده، قيمتنا كمسيحيين ليس في ذواتنا، قيمتنا في القضيه التي ربطنا انفسنا بها. احنا ربطين نفسنا بقضيه الملكوت، هي دي القيمه الحقيقيه. ايه اللي يحصل بعد كده؟ كله سهل، المهم القضيه اللي ربطنا نفسنا بها. لا تخف يا بطرس، ماذا تصطاد سفينتك؟ قال له سمك يا سيدي. قال له سفينتي؟ قال له الناس يا سيدي. قال له طيب اخرج من سفينتك يا رب يا بطرس وتعالى سفينتك من الآن تكون إيه؟ وبيقولوا الحاجة اللطيفة دي التبادل الإلهي، هو الحاجة اللي بتفرحنا في شخص المسيح، أنه أخذ الذي لا له إيه؟ وفي يوحنا 8 عمل كده. يوحنا 8 إيه اللي حصل؟ الست اللي مسكت في ذات الفعل جاي من هاله، كل واحد جاب الحجر ويشوفوا مين الشاهد، لأن كان عند اليهود الشاهد اللي شاف الخطية، أول واحد هو يرمي الحجر له. فقال لهم من منكم ولا خطيه فليرمي الحجر الارض. كله عمل ايه؟ اتسحب. راح المسيح قال لها يا ست، وزي ما قلنا ما قدرش يعني يدينها غير اللي بلا خطيه، هو ده اللي يقدر يدين، لكن انا ما اقدرش ادين لان احنا فينا جدر الخطيه. فقال لها انا دنيتك احد الواحد يا لا احد يا سيد. قالت له قال لها ولا انا ادينك، اذهبي ولا تخطئي، اذهبي حريه لا تخطئي مسؤوليه. أحسن عشان تبقى واخدين بالك، اذهبي ولا تخطئي. أصل واحد في واحد من بره قال مش المسيح قال الخطيه اذهبي للخطيه تسامحي خلاص يعني عفى عنها. فقال له لا خلي بالك الحته الثانيه، اذهبي ولا ايه؟ فاذهبي حريه لا تخطئي المسؤوليه. المهم قوي. ف مره كان واحد رسام رسم صوره للقصه دي، رسم الست وهي ماشية بعد ما عفى عنها المسيح، وبعدين كتب فيها كده سلام، كتب كلمة بتقولها هي، بتقول له ايه؟ لكن لماذا يا رب؟ انت ليه عملت كده؟ المنطق انت ليه بتعفى عن واحدة ما تستاهلش؟ هي تستاهل؟ لا ما تستاهلش طبعا. طب بتدافع عنها ليه؟ فراح هو الرسام بعد ما كتب الحكايه ديت، لكن لماذا يا رب؟ رسم خلفيه من وراها كده، خلفيه الصليب، عايز يقول ايه؟ يقول لها اللي حصل انت تستاهل الرجم. انا خدت عقاب خطاياتي، مش بس الرجم، الرجم ده طوبه والواحد يوم عليه وخلاص وما يحسش بالباقي، لكن انا خدت عقاب خطاياك اللي هو ايه؟ الصليب. ما تخافيش انا اخذت عقاب خطاياك. فلم يكن هنا العفو جزافا، لا ده العفو تم، هو اللي دفعته، انا اخذت عقاب. فهنا حصل تبادل الهي ما بين المسيح والخاطئ، انا بدلت معك، انا ما استاهلش حاجه، انا بار وليس فيا اي خطيه، لكن انت فيك الخطيه ديت، انا اخذت مكانك، فانا اخذت اللي ليكي اللي هي العقاب اللي ليك تستاهليه واكتر، وانا هديك البر بتاعي. اخذ الذي لنا واعطانا الذي له. هو ده اللي حصل، تبادل الالهي، ده اللي بيريحنا في المسيح. ولما جاءوا الى البر بقى، البر مش الى السفينه، تركوا ايه؟ كل شيء وتبعوه. الشبع بالمسيح ده قبل المعجزه كانوا بيتلهفوا وراه على ايه؟ سمكه. بعد المعجزة تركوا ايه؟ كل شيء. إن القلب البشري لا يشبع حتى لو أخذ كل شيء، لكن يشبع فقط بشخص المسيح. نحن لا يشبعنا شيء ولكن يشبعنا شخص. يعني لو جيت إنسانة على المستوى البشري، يعني بقول لو واحدة مثلا أو واحد يعني قلت له على فكرة جوزك مستعد يديك مال الدنيا كلها يعني، بس حاجة واحدة مش هديها لك، تقول ايه؟ نفسه قلبه، هنا هتقول الحمد لله بس يمشي ورا، لكن هتقول الكلام من ورا قلبها يعني، مش كده؟
هتقول لا انا عايزه هو مش كده ولا لا؟ معلش يجاملوني في دي يعني حدا مش شرط يعني. هتقول ايه؟ لا انا يهمني هو، يهمني الدنيا كله يساوي بالنسبه له، بالنسبه له مش كده؟ بلاش يا سيدي الجوز، الزوج والزوجه معاهم مشاكل كتيره عند يعني الابن مثلا لو قالوا له ناخد ابنك ونديك 1,000,000 جنيه تقول ايه؟ لو مليني الدنيا كلها. حلوه دي، ما حدش اعترض في دي طبعا. الاولاني قال لك 500,000 كافي يعني ما شاء الله. فالقلب البشري لا يشبه الا شخص، وبصراحه ما فيش في التاريخ كله ما حدش شبه غير شخص المسيح اللي هو فيه الشبع كله. خلصنا، بس هنعمل ايه؟ هنعمل مقارنه بين البر الاولاني والبر الثاني. خلي بالكم عشان ده تلخيص للكلمه كلها. البر الاولاني كان بدون المسيح، والثاني ايه؟ ما هم جم في البر بقى. البر الاولاني كان تعب تعبنا، والبر الثاني ايه؟ راحه جلس. كان ضلمه الليل كله وده نور كان بيعلم، وسراج رجلي كلامك. طيب هنا كان فراغ ما خدناش حاجه، هنا امتلاء سمك كتير، ومش بس سمك كتير، ده شخص المسيح. هنا حياه الشركه غايبه، هنا حياه الشركه ايه؟ موجوده. في الاول كل سفينه بحالها، يا بطرس يا اندراوس يا عم سيبنا في حالنا، اليوم باين عليه من اوله مفيش ولا سمك. نعمل ايه؟ ربنا بقى ايه؟ يعني جالهم بنفسه. هنا المسيح مجرد ايه؟ معلم. هنا المسيح هو ايه؟ هو الرب. هنا جوع، هنا شبع. هنا تمسك بالسمك الارضي، هنا تبعيه ايه؟ للمسيح. اخر حاجه امان كاذب في انتظار الاشياء، مستنين السمك، وهنا امان حقيقي في حضور المسيح. مهنة أرضية آخر حاجة، مهنة آسف آخر حاجة بقى مهنة أرضية، وأنا مهنة إيه؟ سامية. أنا أسيب بقى تاخد دقيقة كده تقروها وتشوفوا يعني تتأملوا في الفرق ما بين البر الأولاني والبر الثاني والبر الأخير. ده البر الأولاني بدون المسيح، شوفوا دون المسيح يمشي تحت كده، تعب ضم فراغ غيبة الشركة، المسيح مجرد معلم، جوع سمك أرضي، أمان كاذب، مهنة أرضية. هنا ما رأى برأي راحة، نور، امتلاء، شركة، المسيح والرب، شبع، تبعية، أمان حقيقي، مهنة ثانوية. ماشي؟ آخر حاجة بقى هو سؤال، ألا تشتاق أن تغير منازلك ما بطرس؟ الحمد لله أنتوا غيرتوها. ده سؤال متجاوب عليه منكم يعني. أشكركم جدا يا أبائي، يا دوب أنا عشان أروح مصر بس. الحل من أفواهكم يا جماعة، شكرا لكم، كل سنة وأنتم طيبين.